وللحديث عن البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عن التفجير الذي وقع في حي تقسيم بإسطنبول في تركيا، ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النائل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أدنتم بشكل واضح التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بتقسيم وهذه الهجمة الإرهابية الجديدة التي طالت تركيا، كيف تنظرون إلى هذا العمل الإجرامي؟ بدءا نعزي الشعب التركي بهذا الحادث الإرهابي المتعمد الذي حقيقة وقع في شارع الاستقلال من مساء أو من يوم أمس، وبالتالي خلف ضحايا قتلى وجرحى ومنهم عراقيين أيضا، ولذلك هذا الهجوم ينظر إليه بأنه هجوم يراد من خلاله زعزعة الأمن التركي، وبالتالي القضية تتعلق بالدور المحور الذي تلعبه تركيا الآن وهي تبحث عن السلام العالمي وتبحث عن نصرة المظلومين، فضلا على أن لديها حقيقة برامج واضحة تماما في عملية دعم الأمن الغذائي، وكانت رائدة في هذا القضية العالمي لا سيما بعد أزمة أوكرانيا وروسيا، وبالتالي هي تشمل أيضا لديها نهضة واضحة سواء كانت نهضة اقتصادية أو عمرانية أو علمية، وبالتالي هناك حقيقة انزعاج كامل لهذه النهضة التركية في المنطقة، ومعلوم تماما الذين يريدون أن يتقاسمون النفوذ في المنطقة هم معلومون تماما، ولذلك الاستهداف لا ينظر إليه بأن حزبا إرهابيا كالبككة الذي هو المرشح الأول والذي باتت المعلومات أنه هو من نفذ هذه العملية الإرهابية من يقف فقط خلف هذه التفجيرات، لذلك نحن لا نرى أن القضية تتعلق بهكذا منظمة إرهابية، إنما من يقف خلف هذه المنظمة ومن سهل لها عملية الوصول إلى هكذا جريمة إرهابية ومن يدعمها بالمال ويعمل على إدامتها، مثلا لدينا في العراق من يعمل على إدامة منظمة الببكاكة هي ميليشيات الحشد والحكومة وتقف خلفهم إيران. نعم، وعلى ما يبدو أن هناك هدف مشترك لتلك المنظمات بإثارة الإرهاب وإثارة الخوف في هذه المنطقة لأهداف استراتيجية معلومة وغير معلومة أستاذ عبد القادر. من المعلوم من هذه الأهداف الاستراتيجية هو أنهم لا يريدون حقيقة أن تكون هناك انتخابات آمنة يعني مطمئنة في العام القادم في تركيا، وبالتالي هم يحاولون إبعاد تركيا عن دورها الريادي التي تقوم به الآن كدور إنساني، كدور لنصرة المظلومين، كدور آخر يزعج حقيقة الدول التي تريد السيطرة على المنطقة وثرواتها، وفي مقدمتهم إيران، الكيان الإسرائيلي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هناك أهداف أخرى تقف خلف هذه القضية وهي عملية زعزعة الأمن الاقتصادي وعدم تشجيع البيئة الاستثمارية أيضا جزء، لكن هذه حقيقة محاولات يائسة وبائسة لن تنال من تركيا ولا من شعب تركيا ولا المقيمين فيها بعمومهم، فالكل متماسكون هناك وبالتأكيد سيفوتون الفرصة على هؤلاء العابثين. نحن في العراق قد عانينا الكثير من هكذا ولا زلنا نعاني من فقدان الأمن ومن هذه المنظمات الإرهابية ومن فقدان الأرواح العراقية، فضلا عن الانهيارات التي تحدث في العراق كلها بسبب عدم الاستقرار، سواء انهيارات أمنية أو اقتصادية أو عمرانية أو صحية. بهذه المناسبة، إلى أي مدى ترى تشابها في النهج الذي تنتهجه تلك المنظمات الإرهابية سواء في العراق أو في تركيا كما أشرتم قبل قليل في إجابتكم؟ يعني معلوم تماما أن هذا النهج معلوم من يقف خلفه، لذلك أنا أقول بصريح العبارة أن إيران راعية الإرهاب هي وراء هذه الهجمات أو أقل تقدير وراء تدريب هكذا نهج من الهجمات الإرهابية، العبوات التي تترك في الأماكن العامة وفي الأسواق المكتظة معلوم تماما أن العراقيين عانوا منها في بغداد، يعني تفجير الكرتة، تفجير مجمع الليثين، تفجير الساحات، تفجير التظاهرات، كلها حقيقة إذا ما رجعنا إلى الذكريات المؤلمة والتي لا زالت مستمرة نرى تماما كيف تصنع هذه التفجيرات الإرهابية. بالتالي
هناك مساحة لتدريب كل هؤلاء المنظمات الإرهابية على الأراضي العراقية، ومعلوم تماما أن هذا التدريب له ما له، ولذلك حقيقة زعزعة أمن المنطقة بأسلوب كمير سواء في اليمن، في سوريا، في لبنان، وكذلك حتى الهجمات التي تعرضت لها السعودية كلها يعني متشابهة في الهجمة التي تعرضت إليها تركيا يوم أمس. هذه الخيوط المتشابهة تدل على أن المدرب شخصا واحدا، ومعلوم تماما أن الولايات المتحدة عندما أوكلت لإيران الاستحواذ على العراق ودعم الميليشيات وهي تغض الطرف عن وصولها إلى السلطة، بالتالي النتائج معلومة وواضحة تماما على ديمومة الإرهاب في المنطقة. فعلى هذا الأساس هذه التفجيرات كلها حقيقة ذات نسق واحد وذات أهداف محددة، وبالتالي من يزعزع الأمن هو ليس هؤلاء المستخدمين فقط، هؤلاء مجرد أدوات وبيادق يتم استخدامهم للوصول إلى غايات معينة. بذلك حقيقة أقول أن تركيا ما تتعرض لديها من هكذا هجمة بائسة ذات مخطط إرهابي يراد ما خلفها من أمور أخرى، لكن حقيقة لن يصلوا إلى مبتغاهم. نعم. لأنه القضية تتعلق أيضا بوعي كامل اليوم أصبح لدى عموم المنطقة ولدى الشعب التركي والمقيمين، وبالتالي هذه المنظمات وداعمها سيؤول بهم الفشل الذريع بشكل واضح تماما. أشكرك جزيلا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد عبد القادر النايل، كنت معنا عبر سكايب.